يا صباح الخير، كيف حالك؟ وإن شاء الله تكونوا كويسين. اليوم صحيت وقلت راح أعمل باي من الصينية مادلين، فلسه دوب إني اشتريتها قريب. المشكلة اكتشفت إنها مرة صغيرة، يعني يا دوب 6 حبات، بس مو مشكلة، عم حامل نص الكمية، فراح أكتب لكم الطريقة إذا زبطت إن شاء الله. وأول مرة في الحياة هعمل مادلين معاكم، حيكون مادلين بالليمون. هنا عندي بيضة، عندي نص أصبع زبدة دايبة، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ربع كوب سكر زائد بشر ليمون، وهنا عندي ربع كوب دقيق. حطيت مع الدقيق بوبي سيد. البوبي سيد اشتريته مرة من زمان من اي هيرب، كده تعرفوا مع الكيكة الليمون تطلع مرة كده شكلها حلو زي حكة المطاعم. ما حسيت يعني مرة في فرق في النكهة، بس انه كشكل تطلع شكلها مرة كيوت، واتوقع انه فيها نكهة يعني، بس بصراحة ما قد حسيت. اخر حاجة شوية عسل وخلاص، مرة سهلة الطريقة. خليني أوريكم كده، خلاص خلصت الخليط، لخبطته مع بعض. حطيت أول حاجة الزبدة والسكر، دائما في أي خليط كيك لازم الزبدة والسكر، تلخبطوه مع بعض مرة كويس لين ينفش. بعدها تضيفوا البيض وتلخبطوه كمان مرة كويس لين ما ينفش. وآخر حاجة تحطوا الدقيق وتلخبطوا على السريع، الدقيق ما يتلخبط كتير في الكيك عشان لا يتعجن معاكم. حطيته هنا في كوب وحطيته جوا الدال كيس اللي على شكل أقماع، شوفوا كيف شكله. بعدين راح أقصه من هنا عشان يصير أسهل لي إن أنا أحطه في الصينية وبس. عجبني إنه كمية الخليط مرة قليلة، يعني ممكن حاسوي دي الصينية وخلاص حيخلص عليا، فكويس إني عملت نص الكمية لأنه صينيتي صغيرة وما في إن أنا أعمل كمية تانية، يعني أخرجه من الفرن وأرجع مرة تانية أدخله الفرن. شكلي راح أشتري نفس الصينية دي بس واحدة تانية. وهنا عندنا الصينية، حطيت لها بخاخ الزبدة، وشفت إنه تحطوا دقيق كمان فوقها وبعدين تقلبوا الصينية وكده تصقعوها يعني عشان الدقيق الباقي يخرج، بس بصراحة ما في أسوي دي الخطوة وأحس ما هي ضرورية. الفرن قبل ما أبدأ شغلته على 395 درجة فهرنهايت، يعني 200 درجة مئوية وبس. شوفوا الجمال، مرة ما شاء الله مرتب. تخيل الكمية اللي بقيت من الخليط حقت واحدة بس مادلينة، بس ما راح أرميها راح أخرجه وراح أدخله مرة تانية الفرن. فشوفوا كيف ما شاء الله مرة مرتب، أتوقع ده يعني أنا أقدر أكله لحالي مع شاهي. فبس يلا دحين حدخله الفرن، ما حياخد وقت طويل زي الكوكيز، تقريبا 8 إلى 10 دقايق بس. شوفوا خرجت المادلينز من الفرن، طبعا تجاهلوا انه اخذت لون، فما اعرف هو من الفرن ولا هو من جد درجة الحرارة حقتها عالية. المهم الريحة تجنن، ابدا ما هي ناشفه ولا محروقه ترى، بس انها مره مشهيه. شوفوا المادلين الجميله، حطيتها في ده الصحن الاصفر اللي اخذته من H&M اول. شوفوا عملت الشاهي، خلاص دحين حجربها وراح اكتب لكم الوصفه، ويلا اشوفكم على خير. دوني دقت المادلين، ما قدرت ما اصور لكم، شايفين كيف هشه من جوا؟ مو طبيعيه، مقرمشة من برا بصراحة، مرة عجبني انها اتحمرت مرة مقرمشة ومن جوة تدوب في الفم. احس نفسي ندمت ان انا عملت نص الكمية، بالذات ان انا دحين شوية رايحين الحديقة مع صحباتي، ف نفسي اعمل لهم تاني. المشكلة الصينية مرة صغيرة، ما راح يعني راح اتعب. مرة 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 ما شاء الله لذيذ. شوف انا عادة اسوي اشياء طعم ماشية ما تزبط، بس انه هذا خرافي. يا صباح الخير، كيف حالكم؟ خليني اوريكم ايش وصلتني. طبعا هي وصلتني امس بس ما قدرت اصورها، كانت على المغرب فالشمس راحت، فقلت خليني اصورها اليوم الصباح كده بدري الشمس لسه حلوه. شوفوا ايش الجمال ده، طبعا كلها مصنوعه يدويا، واحده تعملها. شوفوا كيف الالوان من جوا، شوفوا القلب. عندها حاجه مره حلوه انه هذا يمديكم تكتبوا عليه، طبعا هذا لونه احمر صريح بس شكله في الفيديو احس باين مع الشمس كانه برتقالي، فكان نفسي انها تكتب اسمي بس قالت لي يعني حتعمل طلب جديد وحياخد تقريبا 3 أسابيع، فما فيها بصراحه استنى، حروح اغسله حشرب فيه قهوتي اليوم. الكوب الجميل
طبعا عبد الرحمن قاعد يعزف في الخلفية فتجاهل الموضوع. يا صباح الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. طيب بعد ما صورت لكم الفلوك اللي فات، صورت لكم طلبية شيء انه هي توصلني وزي كذا، فما فصلت لكم الاغراض ولا وريتكم ايش اشتريت. فطبعا شيء اكثركم يتحمس لي، وانا من الناس اللي احبه يعني شخصيا واحب اشتري من عنده. فخليني اوريكم ايش اخذت اشياء كذا على السريع. طبعا اساس الطلبية كان اخذ ملابس شتوية لي وللبنات، بس هذه من الاشياء اللي اخذتها للمطبخ. هذا الشيء فنان، هذا زي الورق تحطوه في القلاية الهوائية، وتخيلوا بالضبط قد القلاية الهوائية حقتي. اول ما شفت الناس يصوروه في التيك توك وزي كذا كنت اقول انه ليش بيعقدوا الامور، ما يحتاج ورق ومدري ايش، يعني خلاص يغسلوها بعد كل استعمال او يحطوها في غسالة الصحون. انا حقتي من النوع اللي عادي تدخل غسالة الصحون، بس بصراحة اكتشفت انه مرة مرة مفيد. تخيل لما ابغى احمي رز ولحم مثلا، اذا جبنة او زي كذا، احط ذا القطعة واحط فوقها الرز واللحم وادخلها في القلاية الهوائية تقريبا 10 دقائق على درجة حرارة واطية، اللحمة مرة تصير مزبوطة في الاير فراير. طبعا ما ينفع ابدا انكم تحموا لحم او دجاج في الميكروويف، راح يصير كذا ممطمط معاكم ويصير فيه طعم كانه طعم الزنخة. فاللحم والدجاج دائما تحموه في الفرن، ففي القلاية الهوائية بصراحة نفس الفرن بالضبط، بس انها اسرع. كمان لسه امس شفتهم بيعملوا بيه بيض في الاير فراير، يحطوا البيض، يحطوا خضار وجبن ويلخبطوه كله مع بعض ويدخلوه في القلاية الهوائية ويخرجوه. مرة عجبني يصير لهم اومليت في يعني 5 دقائق يمكن. هذا الورق مرة ما شاء الله يجنن، شايفين كيف؟ طبعا انا مرة تحمست ان انا اسوي موفن، فمن اول ابو الورق حق الموفن حق الكب كيك وزي كذا اذا نبي نخرج، بالذات اننا ما شاء الله صرنا نخرج حدايق كثير مع صحباتي اللي هنا، وخلاص احس حاجة حلوة اننا نعمله. بصراحة دحين رايحين الحديقة ان شاء الله على الظهر، بس في نفس الوقت حاسة انه انا ما في اعمل موفن، بالذات انه خلاص البنات قرروا انه واحدة تجيب حلة واحدة تعمل حلة، فخلاص فان شاء الله يوم ثاني حاعمل معاكم موفن وحصوره. طبعا استعملته خلاص وصورت لكم. هو توتو جابت لي القطعة تحسبها اسوري. اشوف توتو مامي المادلينز خرافية بصراحة، مشتهيتها برضو دحين، باين ان انا جعانة وما فطرت ومشتهية كل شيء. لا ما حسوي، راح اصور لكم وبعدها اروح اتجهز عشان اخرج ان شاء الله، عندي موعد مستشفى بعدها حروح الحديقة. فحطيتها في غسالة الصحون. الزيوت اللي على الصينية ما راحت لانه انا دخلت الصينية الفرن مرتين من غير ما اغسلها، فالمفروض انه انا لما اخرجها اول مرة اغسلها بعدين احط المادلينز وادخلها تاني الفرن. هذا كمان كده زي الاكياس جاهزة، مرة عجبتني واستعملتها برضو وانا بعمل المادلينز، مرة حلوة. اغلب هذه الاشياء مرة بتفيدني في المحتوى حقي والانستغرام لانه انا احب اصور حلا وزي كده. واخر حاجة طلبتها اللي هو داك قطاعة، هذه القطاعة حقت السابلي كوكيز اي حاجة، فانا عندي على شكل قلب وعندي مدور فحبيت هذا الشكل، مرة يطلع شكله كيوت لانه شفت برضو وصفة يعملوا بيها نفس الشكل ده بالضبط، مرة تجنن. وبس دحين حطلع فوق اصور لكم الملابس حقت البنات، مرة ما شاء الله حلوة. يا اهلا وسهلا. طيب طلعت دوبني فوق وجهزت لكم كل الاغراض عشان اوريكم. هي طبعا هناك في فار صغير شايفين قاعدة تلعب بالسبت، اتوقع هي دي كاملها لانه تعرفوا خلاص غسلتها ولبسناها وفي اشياء في الدرج كانت، في اشياء في الدولاب، في اشياء في الغسيل، حاولت اجمع لكم هي كلها عشان اوريكم. راح ابدأ باول قطعة اخذته لإيطاليا، بس بصراحة شوية طويل عليها فاطبقه من هنا. مرة البنطلون يجنن، يدفي قماشته مرة تقيلة. تاني قطعة هذه البلوزة، شوفوا عشان من هنا فيها كذا الرقبة طالعة على فوق، فتخيلوا بس وش تالي اللي طالع، تجنن تجنن تجنن، يعني تخيلوا سميناها فلافي خلاص، انا وعبد الرحمن طول اليوم نناديها فلافي امس. شكلها مرة لذيذ وهي لابسته. هذه البلوزة تاني واحدة، شوفوا كيف شايفين الخياطة. طبعا هذه القطع كلها مغسلة ومنظفة، فهذا بعد الغسيل شكلها مرتبة شايفين، يعني غسلتها ما نمشت، كل القطع ما نمشت، رهيبة. وشايفين كيف سميكة، ما تحسوها من النوع القماش الخفيف. هذه القطعة من مفضلاتي بصراحة، تجنن يعني شايفين الكم كيف تحسه شوية منفوش، أحس التصوير مرة مظلومة، فشوفوا كيف في ياقة صغيرة وهنا كده، مرة تجنن تجنن، حتى القماش تقيل، أنا مهم عندي يكون القماش تقيل. هذه القطعة كمان مرة حلوة، شايفين كيف الشكل الياقة، مرة تجنن وتقيلة برضو قماشتها مرة حلوة. شوفوا هذا الجاكيت أخذت لي لارا وتاليا، فشايفين هذا التاليا واللي ورا اللارا مرة حلو، شايفين برضو قماشته تقيلة
يجنن، وبرضو هذا اللون مرة حلو عليهم. هذا من الأشياء اللي صورت لكم هي السنة اللي فاتت، يجنن. أخذته اللارا بس مقاسها بصراحة طلع إنه مرة صغير، فتخيلوا قد تاليا تقريبا، حتى على تاليا لو كان شوية واسع يكون أحسن. فمرة حلو، تحته كده قطعة لونها فاتح أبيض مع ياقة، يجنن. حتى أفتكر صورتها في التيك توك، كتير كانوا كاتبين لي إنه من فين جبت اللبس. هذه كمان من القطع اللي أخذتها، شايفين كيف تجي اثنين مع بعض، لونها يجنن. طيب نيجي دحين لدي القطعة، تجنن مرة حلوة كمان، وبرضو مرة تقيلة فحبيتها. بس ما هي صوف زي البقية، لا هذه قماشتها تحسوا كذا، بس ما هي مرة تقيلة يعني. نيجي دحين للفستان ده، يجنن. شايفين كيف كيوت، طبعا لسه ما لبسته، أبشتري لها تحته الشرابة الطويلة الهيلا هوب. هذه برضو أخذتها التالية، شايفين كيف تجنن، مرة حلوة. أحب الياقات هذه، مرة يتفننوا فيها، قماشتها تجنن. هذا برضو من الأشياء اللي أخذتها اللارا، بس بصراحة شوفوا يعني هي مرة حلوة، الكواليتي أتوقعته يجي أحسن من كده. شايفين كيف الخياطة، يعني تحسوه باين رخيص، وهو فعلا رخيص كله. بس حلو إنه لما تلبسه مع البوت مع الشراب الأسود الطويل الهيلا هوب، تلبسه مع بلوزة مرة حلوة، حيطلع مرة حلو. هذه القطعة برضو مرة حلوة، أخذتها للارا، فمرة حلو ومرة يدفي، قماشته مرة مرتبة. هذه القطعة مرة حلوة كمان، من الأشياء اللي مرة عجبتني للارا. أنا غسلتها فجبت العاملة تكوي، بس شكلها ما كوت الياقة من هنا، بس شايفين كيف الياقة مرة تجنن، وحتى القماش مرة حلو. يعني اتغسلت هذه القطعة مرتين، وشايفين كيف قماشها مرتب مرتب، يعني مرة أحسه فخيم وباين كأنه غالي. هذه التنورة تفتح النفس، فوق كده تجي كأنها ستريتش وتمسك كده على الجسم، بس لارا شوية نحيفة فأحسها جات شوية واسعة عليها. شوفوا حتى القماش مرة تقيل. آخر حاجة هذه البلوستين، أخذتها اللارا وتاليا زي بعض بالضبط، بس بصراحة هذه أكثر قطعتين أحس قماشتها خفيفة كده، تحسوها شوية رخيصة. يعني شايفين في الفيديو ما هو باين، بس لا في الحقيقة ترى القماشة ما أعرف كيف أوصف لكم، كأنه بلاستيك، تعرفوا ده الشعور. آخر حاجة أخذت لي نفسي هذا، ثلاثة قطع بس. فمن أول بشتري لنفسي زي ده الأخضر وتلبس تحته حاجة كده حلوة بياقة، مرة حلوة والكواليتي يجنن، فعجبني اللون كمان فأخذته، وطبعا لسه ما حصلت فرصة إني أنا ألبس. تاني حاجة أخذتها لنفسي ده بلوزة برضو سادة مرة حلوة. المهم شايفين قماش مرة يدفي ويجنن، يجنن تحت العباية مرة رهيبة في الأيام اللي تكون مرة برد. وآخر حاجة أخذته اللي هو هذه البلوزة، أنا حاليا لابستها مرة عجبتني، يعني ما تحسوها حتى مرة شتوية، يعني مناسبة حاليا الجو اليوم مشمس وما هو مرة بارد، فمرة مناسبة. شايفين تنفع أحسها دائما حلوة للتصوير، حتى فكرت أخذ ألوان مرة كتير، ينفع إذا بصور لكم فلوجات وزي كده. وآخر حاجة برضو أخذتها للبنات اللي هي الشراريب، أخذت كمية كبيرة من الشراريب. شوفوا لأنه أنا عندي الدرج وعندي بلاط وزي كده، فهذه الشراريب أحسن حاجة تشتروها، يعني شايفين اللي يجي فيها كده زي الربر يصير ما تتزحلق، فتخيلوا دائما لارا تتزحلق، ونفسي ألاقي لها حاجة زي كده. حتى دورت في تشي إن وما لقيت، وطبعا كل المحلات سنتر بوينت وهذه سيتي ماكس إلى آخره ما عندهم زي كده قد الكبار، فلقيت بس مقاس تالية رهيبة رهيبة، من أول ما انولدت اشتريت لها مقاس الشهور، ودحين اشتريت لها قاس كده سنة ونص أتوقع. خليني أوريكم هنا صديق لارا في الروضة، هو يصير برضو ولد صاحبتي عموري، أداها أمس وردة شوفوا، والأسبوع اللي فات رسالة حب، مرة كيوت الرسمة، كان كاتب عليها لارا وعمر وراسم بيت. مرة مرة كيوت، ومرة يحبها وهي مرة تحبه. فبس مرة كيوت أمس أداها دي الوردة وقالت لي تبى تحطها في غرفتها، كانت تقول هذه حقتي فلازم احطها في غرفتي، فحطيتها لها هي برا في الشباك لانها ورده خارجيه. اخر حاجه اخذتها من شي ان اللي هي البيكل، فشايفين هذه كلها تقريبا جديده، مره احب الفيونكات وحب، لا هذه مو من شي ان. شايفين هذه الفراشه تجنن، اشتريت منها السنه اللي فاتت واشتريت دحين. في برضه هذه مره تجنن على توتو وحتى لولو طبعا، فمره حلوه. حتى هذه ثاني مره اشتري منها، في هذه المره طلبتها مره كبار يجننوا، وهذه برضو السنة اللي فاتت تقريبا، وطلبت هذا مرة يضحك. طيب شكله مرة مو حلو، بس لارا تعشقه، تخيلوا كده كأنه شبك لأنه شعرها مرة ناعم، تعرفوا تسريحة الميني ماوس اللي تسوي دورتين كده في الراس، فشعرها مرة ناعم فتلاقوه كده شعرها يتنتش ويخرج، وراحت عادي كم مرة الروضة عملت لها هي، وبس إنه يعني حرام بس تتفك عليها وترجع البيت هو أصلا منتش ومفتوح. فلقيت لها هذا الاختراع في شي إن، شوفوا زي الشبكة ومن هنا يتقفل، فشوفوا كيف احط لها شعرها الناعم جوا كده، اسويه كوره واحطه وخلاص اشده وانتهى، صارت دويره مرتبه. طبعا لارا مره مبسوطه فيه. وبس برضو من الاشياء اللي مره احبها عندهم السلاسل، فاخذت هذه المره دي على شكل فراشه، يجي اثنين مع بعض. برضو احب هذه المطاطات،
مرة تجنن، وتاني مرة برضو أطلب منها. شوفوا إيش الجمال ده، إيش اللزازة. طبعا توتو مرة معصبة وزعلانة بمناكير. شوفوا مرة عجبني اللبس. يا أهلا وسهلا. طيب خليني أسوي معاكم دحين كرك على السريع، لأنه دحين رايحين الحديقة. أول شيء هروح موعدي زي ما قلت لكم، وبعدها هروح الحديقة مع صحباتي، فقلت لهم هسوي لكم كرك اليوم. بعمل في البراد الكبير ده لأني أحتاج كمية مرة كبيرة لي ولصحباتي، فحشوف لو هعمل اثنين ولا هعمل واحد. هخلي السكر على نار متوسطة، إذا خليتوه على نار عالية فممكن يتحرق معاكم، إذا تحرق هيصير طعم الكرك مرة 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 سيء، مر كده وفي نكهة غريبة، فعشان كده مرة انتبهوا إنه ينحرق. طبعا أنا قد انحرق علي مرة ومرتين وثلاثة، بس إنه انتبهوا. خلاص راح اخليه يغلي وراح ادوق السكر قبل ما اضيف الحليب او بعد عادي يعني. اوكي هذا الهيل، احب اكتر هيل يعني، مو مره كتير بس يعني طعمه طعم. خليني اوريكم هنا جهزت السبت. هذا السبت فاكرينه؟ اشتريته من فلاينج تايجر. شوفوا كيف مرة يجنن يجنن، وعملي وحلو وكل حاجة. الأيادي حديد ومن هنا عادي يعني، كأنه قطعة قماش تقيلة فما ينقطع إن شاء الله ولا يصير في أي حاجة. وراح أحط الكرك هنا. هذه التلاجة بصراحة حقت صاحبتي ما هي حقتي، بس إنه عندي. وتاني حاجة مرة حجمها كبير، كل تلاجاتي صغار فهذه تقريبا أكبر حاجة. هاخد معايا كاسات قزاز، لأنه أنا بصراحة ما هو بشرب في البلاستيك ولا أكل بالملاعق البلاستيك، فيعني هغلفه حبة حبة وأحطه وإن شاء الله ما ينكسر. هذا أصلا من النوع اللي ما شاء الله مرة تقيل، أخدته من مدام كوكو مرة من زمان، مرة كنت أحب مدام كوكو، فإن شاء الله يرجع يفتح عندنا مرة تانية. يا مساء الخير. اليوم يعني يوم الخمول، مو اليوم، امس وقبله كل دي الايام خمول مو طبيعي، ماني عارفه كيف اقوم من ذا المود. فالمهم بالغصيبه احس ذا الاسبوع قاعده اصور لكم مع انه الجو مو مره بارد. في واحده كتبت لي انه تبى ريفيو عن الشواهي اللي اخذتها من اي هيرب. جربت نايتي نايت مرتين، طعمه مره غريب يعني. اذا جربتوا المجلب اللي ناخده ونحن نفاس يعني بعد الولادة، تقريبا تحسوا نفس النكهات هذه الغريبة يعني، ما هو حاجة لذيذة بصراحة، بس انه في المرتين اللي اخدتها احس الحمد لله يعني نمت نومة مرة حلوة، فما اعرف هو السبب ولا بالصدفة، فراح اجربه كمان لما يخلص كله بعدين ممكن اديكم ريفيو زيادة. ثاني حاجة اللي هو البابونج باللافندر. انا اللافندر ما هي من الاشياء اللي احبها سواء ريحة او طعم، بس انه الشاهي ده عجبني يعني. نكهة البابونج ابدا ما هي واضحة، نكهة البابونج ما هي برضو من النكهات اللي احبها، بس انه عشانها عشبية وترخي الاعصاب وزي كده بصراحة بشربها، احتاجها بالذات بعد الايام الطويلة المتعبة. ممكن كمان حاجب نكهات تانية مع البابونج اجربها، بس لا يعني عجبني وحبيته، انصحكم تاخدوا زيه. فتوفها مشيت العاملة، المطبخ نظيف، نفسي اقوم اصور لكم فلوج كده مرتب، بس حقيقي خمول كده تعرفوا اللي ما فيه نعاس، بس في نفس الوقت ما فيه اصور حاجة، ما في بالي حاجة ابدا. فبس ان شاء الله ما يطول الموضوع وارجع لكم بفلوجات جديدة. بخصوص المقدمة والاغاني ودي الاشياء يعني اغلبكم مرة انبسط انه شلت المقدمة الموسيقية حقتي، مع اني انا مرة احبها 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 ما تصوروا قد ايش هي اللي اعتبرها من جد مميزة. في كتير مرة انبسطوا وفي برضو كتير قالوا لي رجعيها، فانا حاليا مرة محتارة حقيقي. فشكلي هعمل تصويت في نفس اليوتيوب في صفحتي، حتلاقوا زي التصويت وشكلي حاشوف اخليها ولا اشيلها. فهو ده الشيء اللي كنت بقول لكم عليه، ويلا اشوفكم على خير ان شاء الله. يكون فلوج اليوم عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا في القناه اذا ما انتم مشتركين، اكتبوا لي ارائكم في التعليقات بليز، واشوفكم على خير ان شاء الله.